بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. يظل دائما النادي الأهلي هو القلعة الشامخة، عشان الفرق التانية اللي في أفريقيا كلها تاخد منه بطولة. اللي يحصل لازم يتكاتف الجميع ضد النادي الأهلي، ولأول مرة أنا بمشي مع نظرية المؤامرة، لأنه اللي حصل خلال الفترة السابقة يخليني أنظر للأمر بهذا الشكل، لأنه حاليا مفيش فريق يقدر يهزم النادي الأهلي جوه المستطيل الأخضر، أو حتى إذا حصل مش هنكون زعلانين الزعل اللي احنا زعلانين دلوقتي. هنبقى زعلانين طبعا ومتضايقين وكل حاجة، لكن تخيل حضرتك أن الكل بيتحد ضد النادي الأهلي، وتخيل حضرتك أن الفساد بيستشري بهذا الشكل ضد النادي الأهلي عشان يقدر يخسر النادي الأهلي بطولة أفريقيا ويطلع يشتكي زي ما شفنا يوم الاثنين، وشفنا بقى امبارح وأول امبارح. تخيل حضرتك أن الاتحاد الأفريقي بيتحد مع بعض الاتحادات المحلية عشان يسلبوا من النادي الأهلي اللقب الأفريقي ويدوا البطولة لحد تاني. أنا اتكلمت امبارح عن تصريحات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي وكمان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الأستاذ فوزي لقجع، قال إن عصر الفساد انتهى وإن الفترة اللي جاية هتشهد سيطرة الفرق المغربية على بطولة دوري أبطال أفريقيا. ما هو بالفساد ده برضو، يعني مع احترامي لحضرتك، ها لو ده حصل زي ما بتقول هيبقى ده فساد. لما أندية المغرب لو ده صح الكلام اللي هو بيقوله تسيطر على كل البطولات يبقى اكيد في حاجه،